بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول في اللون، نرحب بكم الزينات ديالي في قناتكم قناة ميليسا كاهنة إيلين، ونقول لكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي فيها وصفة صيفية خفيفة كما راكم تشوفوا وبنينة، تليق الخرجات الصيف، تليق كي تروحوا للبحر تدوها معكم، تليق كي تجوا من البحر حاجة خفيفة. تعرفوا مع لادوش نحبوا دايما نديروا حاجة خفيفة. راح نديرو تكتوكه بلي بات، راح تجي طبق هايل كيما راكو تشوفو هنا في المقلاة. حطيت شويه تاع زيت الزيتون، ان بو دويل دوليف، ودرت بصله صغيره وسنينات تاع الثوم، ان بيتي طونيون اي دو غوس داي فوالا، اي جو في روفنيغ، نقليهم بيان في هذاك زيت الزيتون على نار قليله، ونزيد لهم ان بيتي بوفرون، يعني حبه فلفل صغيره او نصف حبه ولا حتى حبه، يعني هذا سولون لا كونتيتي اللي حديروها. انا هنا يعني درت كونتيتي صغيره، لهذا ما حبيتش نكثر بزاف تكتوكه. اذا كنتم من محبي لي غاتاتولي تكتوكه، ديروا الكميه اللي حبيتو، يعني هنا ما تتقيدوا بحتى حاجه. ومن بعد زدت اون بوتي طومات، قطعتها اون بوتي دي، يعني حبيت نخلي لها يعني الشكل تاعها. هاد لا طومات يعني حتزيد تعطيها بنه هايله وتعطيها يعني قوام لهاد التكتوكه اللي حنخلطوا فيها كما تشوفوا. من بعد لي بات، وزدت عليها شويه تاع لا طومات ملحيه في شويه تاع الماء، يعني حليتها في شويه تاع الماء، يعني باش تجيني شويه ليكيد. هذا مكان كما راكم تشوفوا هنا. اذا كان حبيتوا تزيدوا اي حاجه زيدوها من الخضر، يعني باذنجان قرعه كما حبيتوا. حطيت شويه لو سال ولا الملح، وحطيت شويه فلفل عكري اي بابريكا. هذا مكان وما نحطوا حتى حاجه واحده اخرى، يعني تكتوكه معروف انها ما تحبش التوابل. ونبدا كما راكم تشوفوا يعني نقلي مليح الخضره تاعي، وكي نشوفها يعني تقلات هنا راح نمرقها بشويه فقط من الماء تاع لي بات اللي غلاو فيه، يعني الماء اللي فيه لاميدون تاع لي بات، يعني ما نديروش كميه كبيره. باش علاش؟ باش ما تسمطناش التكتوكه، وباش يعني الفلفل تاعنا ما يسمطش، لانه الفلفل كي نكثروا له الماء راح يسمط. شوفوا شحال درت الماء، يعني كميه قليله جوست بور كريي اون توت بيتيت صوص، يعني اللي حنرمي فيها من بعد لي بات تاعي اللي هم اللي كيما راكو تشوفو كنت غليتهم في شويه تاع الماء ماء وملح، وحطيتهم يغليو. بعد ما بدا يغلي الماء مده 7 دقائق ولا 8 دقائق، ونحيتهم. وهم لك في الاخير نقص على هاد التكتوكه على الاخير ابيتي فو، نرمي لهم هاد لي بات ونخليهم يعني يتشربوا كامل لي سافور تاع هاد التكتوكه ولا هاد الغاتاتوي، اللي نأكد ونعاود انها تجي بنينه بنينه بزاف، يعني اون غاتاتوي عاديه ولا تكتوكه عاديه، اولي نرمو البيض في الاخير نرمو لها دي بات. صدقوني البنه تاعها وحدها. فوالا، هنا بعد مرور حوالي 5 دقائق على النار قليله، نحس انه لي بات تاعي شربوا مليح هاد لاصوص هادي تاع التكتوكه. نرابيلها شويه تاع الفرماج، فوالا كميه قليله تكفي، وحبيتو تزيدو هذه تقعد في يدكم، حيعطيها طعم هايل، و يعني حتى لي باتاكم يجيو يتعلقوا في الماء في الفم كي تكونوا تاكلوهم. معروف انه لي بات يحبوا لوغو تاع الفرماج. اضافه صغيره في الاخير، كميه تاع لا كريم ليكيد اللي حتزيد لها خفه لهاد لو بلا، يعني يكون تري ليجي. حتى يعني لا كريم ليكيد ولا الكريمه السائله الطازجه، اذا كان ما عندكمش تقدروا تزيدوا لها شويه تاع الحليب، ما تكتروش، ما تخلوش الحليب يغلب لاصوص. فوالا، هاوليك الطبق كيما راكو تشوفو واجد حاضر يستنى. واش نقولكم كي تكونوا جايين من البحر ما عندكمش الوقت مع التحريره تاع الدخله تاع البحر، لان كامل خافوها هاد لو بلا يسلككم، يعني تقدروا مام الصباح قبل ما تروحوا توجدوا التكتوكه تحطوها دو كوتي، كي تجيو عليكم يعني غير تغليو لي بات وتعاودوا تسخنوا هذيك التكتوكه وترموا عليها لي بات، وشوفوا لو بلا تاعنا يكون حاضر يعني في مده قصيره. والبنه ما نحكيكمش، فريمون حاجه بنينه خفيفه وهايله. فوالا، كان هذا هو طبق اليوم كما شفتوا، طبق خفيف سهل اقتصادي وسريع، ويساعد كامل الناس، لانه على بالي كاين بزاف في الصيف اللي يحبوا التكتوكه، وعلاش لا نديروه بهذه الطريقه.
في الاخير البنات الزينات، وش نقول لكم، حبيت في الاخير باسمي وباسم كامل متتبعي قناة ميليسا كاهنة ايلين نتقدم الكامل لاولادنا اللي نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي السانكيام ولا سيزيام، ونقول لهم الف 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 مبروك بالصحة والهنا، ان شاء الله طريق حافل مزيد من النجاحات، بوكو دو سوكسي اي دو ريسيت ان شاء الله يا ربي، والف مبروك الوالدين اللي كانوا وراء هذا النجاح، لانه فرحة الاولاد اكيد ولا نجاح الاولاد هي فرحة الوالدين يعني اكثر واكثر، يعني لحقنا وين حتى حنا نفرحوا قبل من ولادنا، وحنا يعني اون بانيك اون ستريس اكثر من ولادنا، جو كومبرون اون طونك مامون، نقول لهم الف مبروك وتحياتي وبرافو لهم كامل. بين قوسين نحب نزيد انا جو بروفيت من خلال هذا المنبر نتقدم البنت خويا هدى، اللي نقولها الف الف مليون مبروك هدى لانها نجحت انا حتى هي في شهاده التعليم الابتدائي، نقولها برافو هدى وبوكو دو سوكسي ان شاء الله، ما تزيد من النجاحات ان شاء الله، لا قبل بام وما قبل باك ولا قبل كيما يقول لك حتى لنهايه الدراسه والشهادات العليا والدكتوراه، وعلاش لا نقولها برافو انكور اون اوتر فوا. هدى اللي حتى هي عندها قناه صغيره في اليوتيوب مليحه، يعني كيما نقول متواضعه، نتمنى ان شاء الله انكم تروحوا تزوروها وتشجعوها، هذا يعني دعم بسيط مني كهديه مني ليها، باش يعني تقول عمتي الما في لو جيست. فوالا نتمنى ان شاء الله انتم متى تروحوا تزوروا القناه وتشوفوا قناه هدى اللي هي قناه للاطفال الصغار، بالك ولادكم حتى انتم يحبوا يتفرجوها. القناه اسمها نور هدى بدر ستار، فوالا، وحنحط لكم اكيد لو ليان تاعها في صندوق الوصف، رايحين تكليكيو عليه وتزوروها، شجعوها وعلاش لا. في الاخير نقول لكم ان شاء الله يا ربي الله يكثر الافراح، الله يكثر الزغاريت، وان شاء الله العقبه الزغاريت ان شاء الله، وزغاريت الباك هذه هم الفرحه الكبيره اللي رانا كامل يعني الحمنا يتشوك كي نسمعوا ونسمعوا هاد الزغاريت، الله لا يحرم مؤمن هاد الفرحه، وان شاء الله يا ربي يكثر كما قلت لكم الافراح والنجاحات. نقول لكم تهلاو في روحتكم وبوكو كوراج لاولادنا اللي راهم تانا يجوزوا في الباك، نقول لهم قلوبنا معكم وربي معكم وربي يوفقكم، تحياتي، سلام سلام.